عاملين ايه يا سنة أولى؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا استفدتوا من امتحانين اللي فاتوا. طيب النهاردة هنبدأ الامتحان التالت. بيقول لك check your internet connection please. connection is the opposite in meaning to. أكيد connection يعني اتصال عكس disconnection أو separation. interaction يعني تفاعل، أو يعني تفاعل الناس مع بعض يعني. طيب he continued to dash research. طبعا كلنا عارفين ان هي اسمها دو ريسيرش، وكمان اللي ممكن بعضكم ما يكونش عارف اسمها كونداكت ريسيرش. على فكرة ريسيرش uncountable لا تجمع. he wears a gardening dash when he is working in his garden as not to hurt his hands. خلي بالك بيقول لك ايديه عشان ما يجرحش ايديه، يبقى gloves. changes like this will impact on the dash economy. التغيرات مثل هذه هتأثر على الاقتصاد العالمي global economy، الاقتصاد العالمي. I know many people who can certainly afford to send their children to a dash school but choose not to do so. هو بيبعتوا أطفالهم المدرسة داخلية اللي هي boarding school، مدرسة داخلية. My dash allows me 4 weeks holiday a year. My dad my contract يعني العقد اللي انا مضيته بيسمح لي ان انا اخد اجازة لمدة 4 اسابيع كل سنة. his son is dash and he has to take care of him all the time. يبقى his son is disabled، معاق او عنده مشكلة، لذلك هو بياخدوا بالهم منه طول الوقت. I decided to go as I might never get this dash again. I decided to go قررت يعني أمشي أو أذهب يعني، لأني عمري ما هلقى مثل هذه الفرصة مرة تاني. opportunity يعني chance يعني فرصة. my keys have the dash again I can't find them. my keys have disappeared اختفت المفاتيح بتاعتي مرة تانية. وعلى فكرة disappeared من الأفعال اللازمة يعني ما يجيش وراها مفعول به، ومش لاقي مش قادر تلاقي المفاتيح مرة تاني. I didn't recognize مريم، ما قدرتش اعرف ان دي مريم، شكلها اتغير خالص. she dash so much يبقى she، خلي بالك انه بيقول لك didn't يعني الحدث الثاني، الحدث الاولاني ان هي اتغيرت قبل ما هو يشوفها، يبقى had changed. اسف لا مش دي changed، had changed. تمام اخرها اي دي طبعا. طيب your wife doesn't agree with dash you said. وزوجتك مش موافقة على ما قلته. what you said ما قلته، لأن كلمة what بيجي وراها جملة وساعات قبلها فعل زي كده، هو مش ساعات هو غالبا يعني. طيب if you have a problem dash me. دي حالة F الأولى، فهنا ما فيش فاعل في الحتة دي، فلذلك هيبقى صيغة أمر contact me، اتصل بي على طول لو عندك مشكلة. The lady dash taken to hospital in an ambulance after the fire last night. طيب يعني بعد الحريق أخذت للمستشفى. تمام يبقى the lady امبارح طبعا was taken. هتقول لي طب ما ينفعش ليه had been taken، لأن الحريقة حصلت قبل ما يروح المستشفى، فمن باب أولى الحريقة هي اللي تبقى ماضي تام وليس أخذ السيدة في السيارة هي الماضي التام. الحدث الأولاني هي الحريقة هي الماضي التام، لكن الحدث الثاني الماضي البسيط اللي هو was taken. I don't know where I is. أنا مش عارف فين آية. طيب she dash have gone to the sports center. أنا ما عارفش آية فين. I don't know أصلا، فبقول لك she might يعني احتمال يعني تكون راحت لي sports center. I apologize for missing the deadline اللي هو الموعد النهائي يعني. And I told my teacher that I would. خلي بالك أنا في كلمة would يعني كانت will في الأول، يبقى أكيد كانت كلمة will اللي هي في المستقبل يعني. طيب the essay طبعا my essay the next day اللي هي كانت أصلا tomorrow، فتبقى the next day. I wanted to know if Jenna had received my email the dash before. Had received يعني هي أصلا كانت ماضي بسيط، فيبقى كانت هنا مكتوبة كلمة yesterday فتبقى the day before حسب الجدول طبعا.
the day before. دلوقتي القطعة ما فيش مشكلة، لو حد يتناقش فيها على الجروب فيش مشكلة. تعال نشوف ال skilled. هو بيقولك scientists worry that القلقانين اللي هو العلماء بسبب ان التكنولوجيا ربما تستبدل الاتصال وجها لوجه، which can lead to social isolation، ممكن تؤدي الى عزلة اجتماعية. فهنا طبعا مكتوبة ينتاب العلماء الفرح، هو اصلا قلقانين مش فرحانين، وبالتالي هنا نفس الحكاية. طيب هنا بقى ما قد يؤدي الى عزلة اجتماعية هو ان يحل التواصل وجها لوجه محل التكنولوجيا. لا ده هو خايفين يحصل العكس، يبقى الاخيرة. طيب تعد عادات الاكل السيئة والتوتر من الاسباب الاكثر شيوعا للاصابة بالارق. طيب هنا eating badly habits، مفيش حاجة اسمها كده، poor eating habits، هي poor eating habits هي دي، ممكن نخليها شوية. هنا bad eating hobbies، مفيش hobbies طبعا، hobbies هوايات. والأخيرة فيها كلمة nervous اللي هي الأعصاب، برضو مفيش. هي الإجابة طبعا رقم B، poor eating habits and stress are among the most common causes of insomnia. تمام كده خلصنا، إن شاء الله أشوفكم في الامتحان الرابع، مع السلامة.